مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار الرياضية من الوطن الجزائرية، والبداية بأبرز العناوين. المنتخب الوطني يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد. المنتخب الأولمبي يسقط بهدف نظيف أمام المنتخب التونسي ضمن مبارياته التحضيرية لأولمبياد ريو دي جانيرو. كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة أحسن لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه. السلام عليكم. مع اقتراب الحدث العالمي، وصل المنتخب الوطني لكرة اليد أمسية اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مونديال الكرة الصغيرة، والذي سيعرف غياب اللاعب عبد القادر الرحيم بسبب الإصابة التي عانى منها على مستوى الكتف، إلى جانب الاستغناء عن خدمات اللاعب عمر بن علي لأسباب فنية. ومن أخبار المنتخب الوطني لكرة اليد إلى أخبار المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، والذي انهزم أمام نظيره التونسي وديا في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس بملعب مصطفى شاكر بهدف وحيد سجله لواتي في الدقيقة 68. هذا وكان المنتخب الجزائري قد فاز على نظيره التونسي بثلاثية نظيفة في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما الخميس الماضي على نفس الملعب. أمضى صبيحة اليوم بالجزائر العاصمة الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي على عقد شراكة مع المؤسسة الوطنية للأدوات الكهرومنزلية كوندور بحضور وسائل الإعلام، حيث أوضح نجم الخضر ونادي بورتو البرتغالي خلال الندوة الصحفية أنه فخور بتمثيل مؤسسة وطنية جزائرية، متمنيا في نفس الوقت أن يعطي صورة جميلة عن بلاده وعن الموعد القاري الهام الذي ينتظر الخضر في غينيا الاستوائية ابتداء من الأسبوع المقبل. قال إبراهيمي أن تحضيرات المنتخب لكأس إفريقيا تجرى أقول في ظروف جيدة ووسط أجواء عائلية بين اللاعبين. Le fait qu'on parte favori pour cette Coupe d'Afrique. Voilà, maintenant, encore une fois, je pense qu'il faut arriver là-bas avec énormément d'humilité, sans aucune prétention. Voilà, c'est vrai qu'on va être attendu par toutes les équipes, que tous les matchs vont être très, très compliqués. Maintenant, voilà, comme je répète, on se prépare bien, on est concentré, on sait que ça va être très, très difficile parce que c'est vrai que contre la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, voilà, c'est pas du tout le même style de jeu, c'est pas du tout les mêmes conditions. Donc voilà, va falloir qu'on s'adapte. Et voilà, et comme je le dis, j'espère qu'on ira le plus loin possible, Inch'Allah. في أخبار منافس الخضر، في نهاية كأس أمم إفريقيا يواجه منتخب جنوب إفريقيا يوم غد نظيره المالي وديا بالعاصمة الغابونية ليبروفيل في إطار تحضيرات المنتخبين المتواصلة للحدث القاري، حيث تعتبر مواجهة مالي الأخيرة بالنسبة لمنتخب البافانا بافانا قبل التوجه إلى مدينة مونغومو، حيث يواجه أشبال المدرب ماتشابا منتخبنا الوطني يوم 19 جونفي الجاري في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة. يختتم غدا المنتخب الغاني تربصه التحضيري بمدينة إشبيلية الإسبانية بمباراة ودية هي الأخيرة في البرنامج أمام نادي فرايبورغ الألماني، بعد أن سبق لزملاء جيان أسام ومواجهة نادي أولهانينسي البرتغالي وكامبورا الهولندي. هذا ويتنقل وفد البلاك ستارز بعد غد الخميس إلى مدينة مونغومو بغينيا الاستوائية دون الثنائي مجيد واريس وجيفري شالوب اللذين تأكد غيابهما عن الكان. دائما مع أخبار الكان، وفي خطوة منه لجلب أكبر عدد ممكن من المناصرين لملء ملاعب المدن الأربعة التي تحتضن كأس أمم إفريقيا، قام رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغوما بشراء 40,000 تذكرة لتمكين السكان الفقراء من مشاهدة مباراة العرس الإفريقي الذي ستحتضنه بلاده في الفترة الممتدة من 17 جونفي الجاري إلى غاية 8 فبراير المقبل. في إطار سلسلة تقاريرنا عن المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا، تواصل قناة الوطن الجزائرية تسليط الضوء على المنتخبات المشاركة بالعرس الإفريقي، حيث سيكون الموعد اليوم مع المنتخب الجنوب إفريقي الذي سيشكل أول اختبار لمحارب الصحراء بالمحفل الإفريقي. عادل فداد والتفاصيل. منتخب جنوب إفريقيا أو البافانا بافانا
وبعد سنوات من الإقصاء بسبب سياسة الفصل العنصري استطاع أن يحجز لنفسه مكانا بين كبار القارة السمراء من خلال اللقب الذي حققه سنة 1996. رحلة البافانا بافانا في العرس الإفريقي رسمت معالمها سنة 1992 حين سجل أول عضوية له في الهيئتين الإفريقية والدولية، ليسجل بعدها أول مشاركة دولية له أمام منتخب الكاميرون. وبعد 4 سنوات من انخراطها في النظام العالمي لكرة القدم احتضنت جنوب إفريقيا أول كأس إفريقية سنة 1996، وهناك سجل المنتخبين الجزائر والجنوب إفريقي أول لقاء رسمي بينهما في الدور ربع النهائي، لينتهي اللقاء بتفوق رفقاء ماسينغا بهدفين مقابل هدف قبل أن تتجاوز تونس وتحقق أول لقب إفريقي في خزائنها، لتنخفض بعد ذلك وتيرة إنجازات البافانا بافانا حيث احتلت المرتبة الثانية في كان 1998 ثم المرتبة الثالثة في دورة 2000 قبل أن تغيب عن دورتي 2010-2012. ولم يكن تنظيم بلاد مانديلا لكان 2013 كسابقه، حيث لم يستطع رفقاء سانغويني من تحقيق ثاني الألقاب، لا سيما وأنهم قوبلوا بمواجهة عنيفة أمام رفقاء سيدو كيتا. وبعد سنتين من دورة جنوب إفريقيا عاد أشبال المدرب ماشابا لكتابة اسمهم في دورة غينيا الاستوائية من خلال مشوار جيد قدمه في التصفيات، حيث استطاع منتخب الأولاد أن يتصدر مجموعته متجاوزاً العملاق نيجيريا، الكونغو ومنتخب السودان. ففي أول مباراة له استطاع أن يتجاوز السودان بثلاثية نظيفة قبل أن يتعادل سلباً مع العملاق نيجيريا في أول مباراة له في عقر داره. 4 نقاط لم تكن كافية أمام رفقاء بونغاني، حيث استطاعوا أن يدكوا شباك الكونغو بثنائية يسجل ثاني تعثر لهم على أرضية ميدان بيتر موغابا. عزيمة منتخب الأولاد في بلوغ الكان كانت أكبر من أن تكبح في الدور التصفوي، حيث وصل المنتخب تألقه بتجاوز السودان بهدفين مقابل هدف، ليؤكد بعد ذلك علو كعبه أمام نيجيريا ويتعادل معه على أرضية ميدان هذا الأخير، ليعتلي بذلك البافانا بافانا سلم الترتيب محققا بذلك 9 مشاركة له في كأس أمم إفريقيا. تعاقد رسميا فريق شباب الوزداد مع المهاجم البوسني ميلوس غالان بعد أن تمكن الأخير من إقناع التقني الفرنسي ألان ميشيل خلال التربص الذي أجراه الفريق بتونس. اللاعب الذي كان ينشط في نادي غراكانيكا البوسني من الدرجة الثانية أقنع المدرب الذي طلب من الإدارة إنهاء كل الإجراءات مع اللاعب تمهيدا للاعتماد عليه خلال فترة العودة. طلب فريق اتحاد بالعباس رسميا خدمات متوسط ميدان اتحاد الجزائر فهم بوعزة، كما دخل مسؤول النادي في مفاوضات أيضا مع لاعب اتحاد البوليدة ماروسي، وجاء هذا بطلب من مدرب الفريق الجديد بوعلام شارف بعد أن وقف الأخير على نقص فادح على مستوى خط الوسط. هذا وتنتظر الإدارة العباسية وصول لاعبين آخرين، الأول هولندي من أصول إفريقية، أما الثاني فلم تكشف الإدارة عن هويته بعد. في أخبارنا الدولية، توج عشية أمس البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والألماني مانويل نوير. حمزة مرسلي. بعد ترقب وطول انتظار أسدل الستار بقاعة المؤتمرات بمدينة زيوريخ السويسرية والتي كانت على مستوى الحدث بامتياز. حفل الكرة الذهبية لسنة 2014 لم يحد عن المسار وكان قبلة لنجوم المستديرة حول العالم. كونغرس هاوس إذن كانت مسرح حسم الصراع بتتويجها للبرتغالي كريستيانو رونالدو كأحسن لاعب في العالم للمرة الثانية تواليا والثالثة في تاريخ ابن مدينة ماديرا. كريستيانو رونالدو دو سانتو سافيرو أثبت أحقيته باللقب بإجماع أهل الاختصاص بعد موسم استثنائي قضاه رفقة فريقه ريال مدريد بتتويجات 4 كان أبرزها دوري الأبطال وأرقام قياسية نصبت صاروخ ماديرا كأحد أساطير النادي الملكي. فرغم انتكاسة المونديال ومرارة الخروج من أولى الأدوار إلا أن التتويج بلقب كأس الملك، دوري الأبطال، كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم رجح كفة الضون على حساب منافسيه ليونيل ميسي ومانويل نوير اللذين كان عزاؤهما الوحيد التواجد ضمن تشكيلة العالم.
حفل توزيع جوائز الفيفا شهد تتويج الألمانية نادين كيسلر كأفضل لاعبة في العالم، متقدمة على كل من البرازيلية مارتا والمهاجمة الأمريكية أبي أومباخ، فيما عاد لقب أحسن مدرب في العالم لقائد كتيبة المانشافت يواكيم لوف. التتويجات الألمانية توالت باختيار رالف كيلرمان كأفضل مدرب كرة القدم للسيدات بعد قيادته لناديه فولفسبورغ للحفاظ على لقبه بطلا للقارة العجوز، في حين حسم الكولومبي خاميس رودريغا صراع أجمل هدف متفوقا على النجم الهولندي روبن فان بيرسي واللاعبة الإيرلندية ستيفاني روش. حفل توزيع جوائز أوسكار كرة القدم نصبت إذن البرتغالي عريسا له في أمسية كروية كرست للسنة السابعة على الثوالي سيطرة رونالدو وميسي على جائزة الأغلى التي لم تجد منافسا أجدر بها من أسطورتي هذا الزمان. مزيد من الأخبار الرياضية المتنوعة في هذه المختصرات. بلغ منتخب كوريا الجنوبية الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأسيوية عقب تغلبه على المنتخب الكويتي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، وإلى الدور ذاته تأهل المنتخب الأسترالي مستضيف البطولة بعد اكتساحه لمنتخب سلطنة عمان بنتيجة 4 أهداف نظيفة. حقق نادي قرطبة فوزا ثمينا على مضيفه رايو فايكانو بعد تغلبه عليه بهدف دون رد في ختام مباريات الجولة 18 من الدور الإسباني لكرة القدم. أعلن نادي شالكة الألماني تعاقده على سبيل الإعارة مع المدافع الصربي ماتيان ستازيتش حتى نهاية الموسم الجاري قادما إليه من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. التقى فريق هيوستن روكيتس للمركز الثاني ضمن القسم الغربي من دور السلة الأمريكي للمحترفين عقب تغلبه على مضيفه بروكلين نيتس ب 113.99، وضمن القسم الشرقي ضيع فريق شيكاغو بولز فرصة الارتقاء للصدارة عقب خسارته على يد ضيفه أورلاندو ماجيك بنتيجة 121.114. عزز السائق السعودي يزيد الرجحي مركزه الثالث بالترتيب العام لرالي داكار الدولي عقب فوزه بالمرحلة الثامنة التي ربطت بين مدينتي إيكيكيتشيليا ويويون البوليفية، وضمن فئة الدراجات ارتقى حامل اللقب الإسباني مارك كوما لصدارة الترتيب العام مستغلا المشاكل التقنية التي عانى منها المتصدر السابق خوان باريدا. بهذه المتفرقات نكون قد وصلنا إلى ختام موعدنا الرياضي، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه. المنتخب الوطني يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد. المنتخب الأولمبي يسقط بهدف نظيف أمام المنتخب التونسي ضمن مبارياته التحضيرية لأولمبياد ريو دي جانيرو. كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة أحسن لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه. شكرا مشاهدينا على كرم المتابعة والسلام عليكم.